ثم حتى تضييق، هذه مجرد تنظيم لعمليه نتاع مسار انتخابي، خاطر المسار الانتخابي راهو بدا مش باش نسيبوا كل شيء. ثم موانع جابها المشرع وارد على سبيل الحصر مش سبيل الذكر، معنى هذا هما فقط الاربع موانع، مسموح بكل الاستضافات كلها مسموح بها الى غايه يوم 3 جويليه، فتره انطلاق الحمله الانتخابيه. فتره انطلاق الحمله الانتخابيه ثم ضوابط اخرى، ثم اجراءات اخرى باش تكون في اطار قرار ترتيبي متعلق بالحمله الانتخابيه والقرار المشترك ما بيننا وما بين الهيئه العليا المستقله لاتصال السمعي البصري اللي باش يصدر، باش تكون فيه الاجراءات نتاع الولوج، كيفيه الولوج الى وسائل الاعلام، الكل التوقيت اللي باش نخصوه لجماعه الله وجماعه النعم، هذيك وقتها باش تكون ثم قواعد واجراءات خاصه. الى غايه يوم 3 جويليه اربعه فقط ممنوعين ويشكلوا جرائم انتخابيه،